السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة نناقش فيها احتدام الصراع بين أمراء الحرب وزعماء الميليشيات، وذلك على خلفية تسريبات المالك الصوتية التي كشفت عن حجم الانشقاقات والخلافات الكبيرة بين أطراف العملية السياسية في العراق والمتمثلة بالأحزاب التابعة للميليشيات الموالية لإيران. سيكون معنا في هذه التغطية ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أستاذ مجاهد، مرحبا بكم. حياكم الله. حياك الله. وعبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. أهلا بكم جميعا. أهلا بك. وعبر سكايب من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أستاذ علي، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية الخاصة تسريبات المالك الصوتية. مجدد الترحيب بكم أستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، تعتقد أن هذه التسريبات الصوتية التي صدرت من المالكي، تعتقد أنها أتاحت فرصة للعراقيين لكي يعرفوا عن كثب طبيعة تفكير من يقودون العراق في العملية السياسية، وأيضا تكشف عن حجم العداء بين هؤلاء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام. طبعا هذه التسريبات أعتقد أنها لم تأتي بجديد على معظم الشعب العراقي، لأن هذه الكلام الوارد في هذه التسجيلات خطاب السيد المالكي منذ أن دخل العمل السياسي، منذ أن كان عضو في لجنة اجتثاث البعث، وثم نائبا في البرلمان، ثم رئيسا للوزراء. كل هذه الفترة خطاب المالكي هو نفسه. نعم. ومن القريبين منه والذين يجالسوه معتادين على هذا الكلام. لذلك يعني الأكبر من ذلك هو نهج وسلوك المالكي السياسي في فترة حكمه 8 سنوات، ويعني اتهامه وتحريضه وللخصوم، سواء خصومه من السنة أو الكرد. نعم. أو المنافسين داخل البيت الشيعي. لذلك طبيعة هذا الخطاب والثقافة السياسية الموجودة لدى كثير من العقول الطبقة السياسية هي نفسها. لكن الجديد في الأمر أنه ركز على تفاصيل في كيفية الصراع. يعني كنا نحلل هذه الكيفية، لكن اليوم هو في هذه الجلسة الخاصة تحدث بشكل علني عن طريقة التعاطي مع هذه الأدوات التي تستخدم في الصراع، سواء الحشد الشعبي، سواء العشائر والتوجهات نحو العشائرية. يعني في السابق كان التحشيد بالنسبة للميليشيات هو تحشيد طائفي على سبيل المثال، لكن اليوم الصيغة الطائفية تراجعت، وهذه الميليشيات قللت من عنفها ويعني عدائها للآخر، لأنها توجهها ذهب إلى أمور اقتصادية وليست عقائدية أو سلاح. لذلك التوجه هنا اختلف، وذلك أسماها أمة الجبناء، لأن العداء معظمه شخصي. لذلك يريد جر هذه الميليشيات وجر هذه جر الحشد بطابع رسمي، واستخدامها في صراع شخصي وسياسي مع السيد مرتضى. طيب. صدر. استاذ عبد الله سلمان، اجدد الترحيب بكم. يعني كما تفضل الاستاذ مجاهد الطائي، يقول ان التسريبات لم تاتي بشيء جديد، لكن اين الغرابه في هذه التسريبات الصوتيه استاذ عبد الله؟ لا توجد غرابه، مثل ما تفضل ضيفك الكريم. الشعب العراقي يعرف تفاصيل واكثر مما سرب، وهو التسريب حقيقه هو لم يكشف بجديد، انما وثق نوعيه السياسيين العراقيين بتوثيق رسمي من صوته. فلذلك وهذا المشهد ياتي بعد غياب سليماني من المشهد السياسي العراقي، الذي جعل بعض الاطراف ترخي نفوذها للهيمنه باكثر من قدراته وامكانياته، و تقدم الصراع فيما بينهم إلى أكثر. ولكن تبقى إيران يعني تلتزم
يعني تلتزم بجميع الأطراف لحمايتها، وهي الآن تقوم بحركة مكوكية ما بين الصدر وما بين المالكي لتهدئة الوضع، حتى أنهم طلبوا من المالكي استضافته إلى إيران قبل يومين، أن استضافته في إيران لإنهاء هذا الوضع. فإيران هي لا زالت هي المهيمنة، ولا جديد في التسريبات نهائيا. طيب أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني الحلول دائما تأتي من إيران، يعني كما تفضل الأستاذ عبد الله سلمان وقال بأنه ربما هناك زيارة لإيران من أجل حلحلة الأمور المعقدة التي وصلت ما بين نور المالكي ومقتدى الصدر، لكن هل الطبقة السياسية مكشوفة حتى مع عدم وجود تسريبات أستاذ علي؟ نعم بالتأكيد، يعني مثل ما اتفقوا الضيفين العزيزين أنا كذلك أتفق وياهم، يعني هي التسريبات لم تأتي بجديد، لكن كما قال الضيف الأخير أنه فعلا هي جاءت لتوثيق مدى خسة هذا الشخص، مدى دناءة هذا الإنسان نور المالكي. نور المالكي إحنا كعراقيين لم نسمع به، لا نعرف نور المالكي، فجأة ظهر علينا بالعراق والمشهد السياسي، وكان يترأس ويا المقبور أحمد الشلبي لجنة اجتثاث البعث، وبعدها رئيس وزراء العراق، وشفنا اللي صار بعهد نور المالكي، ماذا جرى من الطائفية ومن الاعتقالات ومن القتل ومن الوحشية ومن التهجير. نور المالكي معروف بإجرامه، نور المالكي يتفاخر بإجرامه، فلما تخرج تسريبات صوتية اليوم احنا نلاحظ نور المالكي ولا مهتم، كأنه على الرغم من أنه الطرف الآخر المعني بهذه التسريبات اللي هو المجرم الآخر مقتدى الصدر، نشوف تغريداته وأنه كيف نزل جملة تغريدات هو ما يسمى بوزير القائد على نور المالكي، نشوف لا رد من نور المالكي، ويتعامل مع الموضوع بكل برودة وكأنما شيئا لم يكن، يعني كأنما هذا الشيء متعارف عليه أنه داخلهم. طبعا هم داخلهم أكو مثل إحنا دائما نقول غراب يقول للغراب وجهك أسود، فإحنا نقول اليوم حتى مقتدى الصدر وإجرام مقتدى الصدر، يعني هل قلع الإجرام المالكي؟ مقتدى الصدر هو شيخ المجرمين، هو اللي ابتدع الميليشيات، هو اللي خلق الحرب الطائفية، هو اللي قتل سنة العراق، هو اللي حرق جوامعهم، هو اللي هجرهم. مقتدى الصدر من العام 2003 وهو يستبيح دماء أهل السنة، مقتدى الصدر حرق جوامع السنة وقال حرقت قرآن السنة وتفاخر به، ويأتون سنة اليوم المستحدثين الدخلاء على العراق وعلى المجتمع العراقي الوطني ويصلون صلاة الجماعة ويا مجرمي مقتدى الصدر أمثال أبو درع وغير أبو درع، فكلاهما مجرمين، ومقتدى الصدر مثل ما هو شخص مجرم وعنده أتباع المجرمين وميليشيات المجرمة، يا أخي هو أساسا اليوم أنت الميليشيات كل قادة الميليشيات هم تخرجوا من جيش المهدي، يعني وين الغرابة بالموضوع؟ يعني أكرم الكعبي من وين تخرج؟ فيصل الخزعلي من وين تخرج؟ فلان من وين تخرج؟ كلهم تخرجوا من مقتدى الصدر ومن جيش المهدي ومن هالمؤسسة اللي احنا دائما ننادي بوجوب اجتثاث آل الصدر من مجتمع العراق. طيب أستاذ مجاهد، لو تحدثنا عن توقيت بث هذه التسريبات الصوتية، يعني هناك مصادر تتحدث عن ربما عودة نور المالكي لتولي سدة رئاسة الوزراء، خاصة بعد هذا الفشل داخل الإطار التنسيقي، وأيضا كان قبلها الفشل وعدم الرضا ما بين الطرفين، بين مقتدى الصدر الكتلة الأكبر وبين الإطار التنسيقي. توقيتها كان مقصود هذه التسريبات في بث في هذا التوقيت تحديدا؟ نعم طبعا، بعد هذه الجولات من المفاوضات وانسحاب مقتدى الصدر ونوابه من البرلمان، سمح للإطار التنسيقي بأن يكون هو الكتلة الأكبر. نعم. ولأن كتلة المالكي دولة القانون هي العمود الفقري للإطار التنسيقي، وهي النواة الإطار التنسيقي، يعني دولة القانون حصلت على تقريبا نصف مقاعد التيار الصدري، يعني تقريبا 35-34 مقعد، ودولة القانون لا تمتلك هذا الإرث وهذا التيار الشعبي الذي يمتلكه الصدر، وبالتالي هناك طرف شيعي داخل البيت الشيعي يؤمن بأن المالكي هو رجل ممكن أن يواجه الصدر، لذلك هناك ثقل للمالكي داخل الإطار. طيب. لذلك المالكي هنا
يريد أن يرشح نفسه أو يدفع بنفسه مرة أخرى إلى الواجهة. لكن الظرف الداخلي، بس هم ما اتفقوا أستاذ مجاهد، هم هناك من ترويج، من نطاهم المقتدى الصدر 40 يوم لم يتوصلوا إلى تسمية رئيس وزراء. أكيد، لكن هو الآن يعني لو نظرنا إلى الإطار خلال هذه الفترة الشهر شهرين ثلاثة، هناك تراجع يعني بعد تفكك أو شبه تفكك تحالف إنقاذ وطن، هناك شبه تفكك للإطار التنسيقي. يعني السيد هادي العامري انسحب وقال لن أترشح، الحكيم والعبادي انسحبوا من تشكيل حكومة، لذلك لكن بقوا في الإطار التنسيقي. لذلك هناك تصدر للمالكي ودفع بنفسه أو بأطراف حوله ليكون هو المرشح البارز. لذلك هذه التسريبات، أنت تتحدث هنا، سألتني عن التوقيت. التوقيت، التوقيت هنا يريد ضرب المالكي وإرجاعه خطوة للوراء. يبقى في الإطار التنسيقي، نعم. يبقى هو العمود الفقري في الإطار التنسيقي، نعم. يبقى هو النواة، نعم. يبقى هو مؤثر وله حصة في الحكومة، نعم. لكن لن يكون القائد. هذه ضربة دفعت المالكي بالتراجع، وبيان أمس كان واضح وصريح بأن تراجع الإطار التنسيقي من ترشيح نور المالكي وهادي العامري، وبالتالي غاية هذا التسريب تحققت. هذه النقطة بالتحديد هي كانت تهدف إلى حصول هذا الأمر، وقد حصل. هنا الإطار، يعني لو نظرنا إلى البيان، لم يدن المالكي ولم يدن ما جاء في تصريحات المالكي. أدان التسريب نفسه وصاحب التسريب، بمعنى أن إيران لا تريد، دفعت بقوة الإطار بأن لا تتحدث. يعني هنا مقتدى الصدر طلب منهم جميعا تبيان موقف واضح من هذه التسريبات ومن المالكي شخصيا، لكن الجميع صمت. الجميع لم يبدي أي موقف من هذه التسريبات وما ورد فيها، لأن الجميع يعلم أنه إذا كان موقفه إيجابيا أو سلبيا أو وقف على الحياد فسيكون مدان. لذلك الجميع صمت وتحدث عن صاحب التسريب وما يعني وصفوه، تركوا الموضوع وتحدثوا من الذي قام بالتسريب بالضبط. لذلك هنا التفاف، التركيز على عدم إحداث أي عدم استقرار. يعني يعني الحالة السياسية اليوم بالعراق والحالة الإقليمية تتطلب حالة من الاستقرار. لذلك أي محاولة تصعيد سواء من قبل إنقاذ وطن والتيار الصدري في السابق، أو من قبل الإطار والمالك الذي كان يسعى ويدفع بنفسه ليكون رئيس الوزراء، هنا ستكسر المعادلة. هناك طرف مثل السيد الصدر يريد أن يهيمن على البيت الشيعي ويصبح زعيمه السياسي ومرجعه السياسي، وهنا ترشيح المالكي نفسه يريد أن يضرب التيار الصدري، وبالتالي ستكسر المعادلة. جميع الخطوات سواء مواقف القضاء ومواقف إيران، مواقف الولايات المتحدة، موقف التسريبات، جميع هذه مجرد أدوات أعادت الحالة إلى حالة من الاستقرار، بحيث لا تنحرف لا بالضد من المصالح الإيرانية أو بالضد من المصالح الأمريكية. أستاذ عبد الله سلمان، هذه التسريبات الصوتية يعني تعتقد أنها فجرت صراعات بينية أكثر حدة وشراسة مما كانت في الماضي، تعتقد ذلك؟ لا بالتأكيد، لأنه الصراعات هي موجودة على المغانم منذ البداية، والصراع الأساس ما بين الصدر وما بين المالكي على خلفية أنه حزب الدعوة مرجعيته من أعقاب الصدر ومحمد باقر الصدر، والمقتدى يدعي أنه هو الممثل الرسمي لعائلة الصدر. إضافة كل ما يغطي هذا هي المغانم الأساسية لميراث الشعب العراقي في الأموال والخيرات وكلها. العملية يعني عملية صراع، وأما عملية الصراعات البينية فيما بينهم لن تصل إلى حد الصراع القوي. حاولت بعض الأطراف أن تفرض نفسها لكن فشلت مقابل وجود شعبية داخل هذه المجموعة للصدر، ورفض المالكي على أساس الخلافات السابقة ما بينهم، وفشل المالكي في قيادة الدولة المزعومة، فشل ذريع ولم يحقق أي نتائج، بل بالعكس سلم ثلث العراق إلى المنظمات الإرهابية وبالتعاون معها، وفشل أيضا في تقديم أي خدمة للقاعدة الذي يدعون أنهم يمثلونها
وهي الجنوب والوسط، فشل في إحداث أي تغيير في حياتهم، بل بالعكس يعني أساءت. ولكن أستاذ عبد الله، ولكن هناك من يقول إن صراعات القوى العملية السياسية الداخلية يقولون إنها كانت مغطاة بين الحلفاء الطائفيين والآن برزت بشكل واضح، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح 100%. الخلافات موجودة في كل الكتل وفي كل الأحزاب، لأنه جاءوهم لم يأتوا على أساس برنامج وطني لتطوير الشعب العراقي، وإنما جاءوا لمطالب يعني ضيقة جدا، يا إما حزبية أو ما يدعونها طائفية وهي ليست كذلك، لأنه هم مجرد إصابات، وكل الكتل فيما بينها صراع. أما التسريبات تخص كتلة واحدة اللي هي الكتلة الأقرب إلى الإيرانية حقيقة، وليست الأقرب، إنها الكتلة الإيرانية. هذه الصراعات فيما بينهم، المشكلة الأساس عندهم من الآن هم يمتلكون السلاح للهيمنة على ثروات العراق. طيب بالقوة. طيب فمن يمتلك القوة والسلاح يمتلك الأموال. بس أكو نقطة، يعني في عام 2003 أتذكر على قناة الحرة عندما قابلوا، أعتقد كان اسم البرنامج المشهد العراقي أو ما شابه، سألوا باقر صولاغ، كانت هناك مداولات على مجلس الحكم وغيرها من هذه التفاصيل، وسؤال موجه إليكم أستاذ عبد الله. نعم. قال إن وصلت هذه الخلافات إلى البيت الشيعي، قال لا، لن تصل إلى البيت الشيعي، يعني الآن وصلت إلى داخل البيت الشيعي. ما الذي حدث من 2003 إلى الآن 2022؟ انهيار العملية السياسية وفشلها فشل ذريع، وضرورة يعني ضرورة تغييرها بشكل جذري هو هذا السبب الذي يعني خلق الأزمة. تشرين هي خلقت الأزمة، تشرين هي اللي يعني أرعبت هذا النظام وأشرفته على النهاية المطلقة. فلذلك هم صراعاتهم على هذا الأساس. لما جاءوا 2003 جاءوا يعني هي هذه حقيقة التجسسية وهذا التآمر والتسريبات، لأن هم خلقوا بيئة يعني بيئة تجسسية فيما بينهم، وبيئة يعني حاضرة لاستقبال التعاون مع الأجنبي بعد استقوائهم بالاحتلال الأمريكي ضد احتلال بلدهم. فخلقوا أنه حتى الخيانة أصبحت في ثقافاتهم وجهة نظر وليست خيانة، العمل مع أي مقابرات أجنبية بغض النظر مهما تكون شكلها وما تكون علاقات الدولة فيها تعتبر خيانة. هي مشكلتهم أنه هم جواسيس والآن استمتلكوا السلاح، فلذلك الصراع فيما بينهم فيما بين الأطراف الشيعية لأنه انتهت العملية السياسية. طيب. هذا السبب اللي يخليهم يستحوذون على أكثر. أستاذ علي، بعد سماعكم هذه التسريبات أنتم كمتظاهري ثورة تشرين، هل لدى المالكي حظوظ في أن يكون رئيس وزراء العراق المرحلة المقبلة؟ لا، مستحيل هذا الشيء نهائيا، حتى وإن لم تخرج هذه التسريبات. طيب. يعني قدمنا 1000 شهيد وعطينا هذا العدد الكبير من الجرحى، وقمنا بهذه الثورة المجيدة العملاقة حتى المالكي يرجع يحكم العراق أو أمثال المالكي. لا، مستحيل هذا الشيء نهائياً. وكل اليوم ما يصير بالعملية السياسية اللي إذا تشوفه أنت من ترنح ومن دخولها مرحلة الموت السريري، هذا كله نعم بفعل ثورة تشرين التي شتتتهم ودمرتهم. تذكرون جميعاً كان يتهمون بأنه إحنا غير موحدين وليس لنا قيادة ولا نملك رؤية. الآن من هو المشتت؟ من الذي ليس له قيادة؟ من الذي لا يملك رؤية؟ نحن أم هم؟ نحن بقينا ثابتين على مبدأنا وعلى شعارنا وهدفنا اللي هو إسقاط النظام. هذا النظام اللي يضم كل هؤلاء المجرمين، يضم المالكي وجماعته وحزبه وباقي الأحزاب، ويضم التيار الصدري ومجرمي وباقي الأتباع اللي وياه. ثورة تشرين هي اللي حطمت هذا الجمع كله، جمع الظلمة، القتلة، الكفار، جمع إيش تسميهم سميهم، كل هؤلاء. نرجع احنا على موضوع التسريبات اللي هي صارت خلينا نقول محصوره ما بين المجرم المالكي والمجرم الصدر المالكي. نشوف استاذ علي، عفوا المقاطعه، المكتب المالكي نفى هذه التصريحات وقال بانه هذه الاصوات قد تم اللعب بها عن طريق الاجهزه المتطوره التقنيه المتطوره. نور المالكي ليش خايف من انه يطلع للملأ ويقول نعم انا صرحت واني على مبدا، ليش من شنو خايف يعني؟
والله اني انظر لها بنظره اخرى، انه ما اشوفه خايف لانه هو مجرم عتيد نور المالكي، وانما لا ينظر بالصدر على انه فد شيء امامه او فد ثقل، لان هو بالنسبه له مثل ما نقولها بالعاميه هو كسر عينه وكسر خشمه المقتدى الصدر بصوله الفرسان، شتتهم الجيش المهدي وان هرب مقتدى الصدر الى ايران في حينها. والدليل على هذا نشوف اليوم المالكي قال له اني عشيرتي بني مالك، عشيرتي تحميني، ويعرف انه مقتدى ما عنده عشيره، مقتدى ما عنده بيت الصدر كم شخص؟ 5 6 7 8 كم شخص؟ لا هذول عائلة، لا يعني عائلة صغيرة، هذول ما عندهم عشيرة أبدا، مجهولين نسب، مجهولين أصل، عائلة هجينة الله سلطهم على العراق من أجل تحطيم العراق. هو نفس الشخص اللي يدعون حزب الدعوة أن هم يمثلهم ويمثلوه أو يقلدوه لمحمد باقر الصدر، هذا نموذجهم اللي أسس حزب الدعوة اللي قتل العراقيين. نجي على النموذج الآخر اللي جاب لنا اللي خلف لنا مقتدى الصدر، نجي على النموذج الثالث حسين الصدر العميل اللي زوره رامسفيلد وكولين باول بالكاظمية، نجي على الرابع اللي هو مقتدى الصدر اللي ذبحنا وشدتنا بجيش المهدي. فإذا احنا اليوم بيناتنا من نتكلم نقول شيء واحد، عسى نارهم تاكل حطبهم، وبالتأكيد احنا اليوم فقط ناقصنا خطوتين ولتنظيف الساحة من كل هذه الشخصيات السياسية اللي تشوفها من دول العملاء للخارج. طيب. أستاذ علي سعود إليك، ولكن أنتقل إلى أستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، إلى أي مدى فضح هذا التسريب الصوتي المسرب لنور المالكي، فضح مستوى الفساد الذي بلغه زعماء الميليشيات وأمراء الحرب الطائفيين، وأكد أنهم قاموا بنهب مقدرات العراق؟ طبعا يعني المراقب للحاله السياسيه او دور ادوار الميليشيات منذ عام 2000 ويعني 2004 2005 وتشكيل جيش المهدي الى اليوم مروا بتنقلات متعدده، سواء بمرحله الحرب الطائفيه ومن ثم محاربه الارهاب بالارهاب، او ثم الان يركزون على الجانب المالي. نعم. طبعا هو جزء من سياق جديد يتبعه قادة هذه الميليشيات بشرعنة وجودهم، لأن استمرار العمل الميليشياوي بصيغة لا ترضي أطراف عديدة بما فيها إيران، وهي تفاوض اليوم على الملف النووي وتقلل خيارات استخدام القوة. نعم. فالتركيز هنا تحول النهج من النهج المسلح الى النهج التركيز على البعد الاقتصادي، يعني لو يعني نتابع التقارير سواء من بغداد او الموصل او المدن المحرره التي يسيطرون عليها، هناك منافذ اقتصاديه مهمه، يعني المنافذ الحدوديه، المكاتب الاقتصاديه، يعني قطاعات في التجاره هم مسيطرون عليها، التحويلات الماليه، جميع هذه الملفات والعقارات، يعني يسيطرون على التركيز هنا على الجانب المالي. لذلك نعم. المالكي في التسريب يتحدث عن أسماهم أمة الجبناء بتحولهم من السياق المسلح المعروف إلى السياق المالي. نعم. امتلاك النفوذ بالمال وليس بالسلاح فقط، يعني السلاح يبقى موجود لكن يستخدم فيما لو تعرضت هذه المصالح المالية والاقتصادية للخطر. طيب. هذا التحول يعني هو جديد على طريقة تفكيرهم، لكن هو بالنهاية يقلل الخيارات العسكرية، يقلل الاستخدامات الشخصية لهذه الميليشيات. لذلك هنا المالكي يذهب إلى عشيرته، هنا يحشد العشيرة، لأن هذه الميليشيات لم تعد تهمها الخلافات الشخصية أو يعني ما يدعون به من حماية المذهب أو مصالح فلان من السياسيين. أنت تتحدث الآن أستاذ مجاهد وتذكرت مجلة فوربس الأمريكية التي تعنى بالمشاهير وأصحاب الأموال، قالت بأنه في وقتها قبل حوالي يعني سنوات والله ما أذكرها، قالت بأنه المالكي يمتلك ما بين عقار وأموال وغيرها ما يقارب 50 مليار دولار. طبعا هذه الأرقام ليست يعني ليست جديدة، هذه الأرقام في فترة حكم المالكي 8 سنوات فقد العراق 600 مليار دولار. أين ذهبت هذه 600 مليار دولار؟ هناك أكيد أحزاب مشاركة بالفساد، أحزاب مشاركة في نهب الأموال العراقية، جميع هذه السياقات إن فتحت
بدءا بالمالكي سينهار النظام السياسي. الجميع يدرك أن لهذه النظام السياسي وهذه العملية السياسية أقطاب هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. طيب. حتى القضاء العراقي لا يستطيع محاسبتها، وإنما هو يحاول أن يتمظهر أمام الرأي العام بأنه يحقق في هذه التسريبات. أستاذ عبد الله سلمان، كنت تتوقع أن تصل الأمور بين التيارات الطائفية إلى هذا المستوى يوم من الأيام؟ بالتأكيد وتوقع ذلك، لأن مستوى تفكيرهم ضيق، مستوى الأفق السياسي عندهم ضيق، لا يفكرون غير بالسلاح ولغة العنف، والتخاطب فيما بينهم يصل إلى هذا المستوى دائما. هم لا يملكون أي رؤية يعني سياسية أو وطنية ذات أفق، يفضلون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية أو على مصالح إيران أو على مصالح من أسسهم ومن دربهم ومن جعلهم عملاء إلى فذلك. نتوقع هذا، نتوقع حتى أكثر من ذلك، يعني فيما إذا أرادت إيران أن ترفع يدها من هؤلاء سيدفع الشعب العراقي ثمن غالي نتيجة قتالهم فيما بينهم. لأنه المشكلة لما تصير يعني نجيب مثل، يعني لو احترقت يعني مكبات القمامة بالتأكيد دخانها سيؤثر على الأقرب وتقل الأذى عن الأبعد، فلذلك الصراع فيما بينهم ممكن أن يتخذ. فيما إذا أرادت إيران، ونحن متوقعين جدا أنه عندما تنتهي إيران سياسيا بالداخل فبالتأكيد هؤلاء سيذهبون إلى القتال العنيف فيما بينهم لاستحواذ على أكثر المنافع الشخصية والحزبية والسياسية لهم. بالتأكيد سينال الضرر الكبير الشعب العراقي منهم ومن أفعاله. الشعب العراقي عانى منهم من الاحتلال إلى اليوم، عانى ما عانى الكثير من إجرامهم وقتلهم وسرقة أموال العراق. هم لو ما سعر النفط لا زال باقي عالي، كان من زمان اقتتلوا فيما بينهم، لا زالت الحكومة تدفع الرشاوي لهم في سرقة النفط. لو سعر النفط انخفض إلى 40، عند ذاك سيتقاتلون فيما بينهم لبقاء الأقوى منهم. لأن هاي سنة المافيات والصراعات والعصابات، هذه سنة طبيعية للقتال فيما بينهم. متوقعين جدا أن تحدث، ولكن إيران الآن فضل. أستاذ علي آسف لمقاطعة، أكمل أستاذ عبد الله، أكمل الجملة. فإيران الآن لا ترى لها مصلحة في ترك هؤلاء يتقاتلون فيما بينهم، فلذلك هي تمسك الزمام الأمور بقوة وترفض، مثل ما استضافت في 2008 استضافت في صراع مع المالكي استضافت الصدر. نعم. الآن تريد أن تستضيف المالكي حتى تنهي الأمر فيما بينهم، لأن لا ترى لها مصلحة استراتيجية في الصراع فيما بينهم. نعم. لأن الأمور غير واضحة بالنسبة لها. أستاذ علي، قبل ما أنتقل إلى الإنفوغراف أود سؤالكم، سلسلة التسريبات الصوتية للمالكي هل تعتقد أنها ستكون نقطة الفراق والمفاصلة بين الحلفاء الطائفيين وانتهاء حقبة المجادلة أو السجال السياسي إلى حقبة المواجهة والصراع المسلح بين الميليشيات؟ قد تكون طبعا هي حقبة الصراع المسلح بين الميليشيات أو بين الأجهزة العاملة في العراق، لأن احنا الجميع نعتبرهم ميليشيات. لا. الطبقة السياسية الحاكمة بالعراق هي قادمة لا محالة، لكن الأخطر من هذا كله واللي احنا نتوقعه إجباري راح يصير، هو راح يصير الصراع ما بين الشعب وما بين هذه الطغمة الحاكمة وما بين هذا النظام، لأن بالأخير الشعب لابد أن يتحرر ويتحرر من هذا النظام العميل. أما بالنسبة للتسريبات فيعني أنا أشوفها، التسريبات طبعا هي أكيد هي أتت من قبل المخابرات العراقية، وأتت احنا نتوقعها وعدنا يعني أدلة اللي تشير أن التسريبات من تقول المخابرات يعني مصطفى الكاظمي، لأن يقال الكاظمي. أستاذ علي يقال بأنه مصطفى الكاظمي عندما كان مدير مخابرات الآن هو ما زال مسيطر على إدارة المخابرات، يعني أنت بذلك ربما يعني هكذا فهمته من كلامك تتهم مصطفى الكاظمي بأنه هو الذي قام أو أشرف على تسريب هذا التسريب الصوتي؟ طبعا
الكاظمي نفسه هو اللي الآن هو اللي يزرع كل القصور وكل المقرات، وهي مزروعة بالأجهزة التنصت طبعا صوت وصورة. نعم. مزروعة كلها اليوم التقنيات الحديثة هائلة جدا يعني ومخيفة، فلذلك اليوم ترى على الجميع توجد تسجيلات، وحتى على مقتدى الصدر توجد تسجيلات، لكن الكاظمي جبان مهزوز رجل بدون شخصية ما يقدر ولا يمكن أن يواجه أي شخص، فذهب إلى أن يرسلها لجهة تسرب هذه التسجيلات كي يثير نقمة الشارع المالكي. يعني هو يظن أنه الشارع مناقم على المالكي، لكن توجد تسجيلات أكو على الجميع، على الخزعلي، على مقتدى الصدر نفسه. وعلى مقتدى الصدر لما كان يعطي أوامره بالقتل، تذكرون جميعا لما كان جيش المهدي يغير على العمرية والخضراء، وكان يغير على حي الجامعة، وكان يغير على الغزالية لقتل السنة وإبادتهم وتهجيرهم. تتذكرون من كان يهجمون على مناطقنا بالبيكابات؟ مقتدى الصدر يعني إجرامه أكثر من هذا. فإذا اليوم التسريبات هي من المصطفى الكاظمي، لأنه إنسان ما يقدر يواجه فيذهب إلى استثارة الشارع، وبالتالي إحنا نشوفها توجد تسريبات أخرى قادمة، وكذلك على مقتدى الصدر أتوقع توجد تسريبات. نعم. وراح تكون خطيرة. طيب. جدا الصور. طيب ضيوفنا مشاهدينا الكرام، نذهب إلى إنفوغراف يتناول تسريبات المالكة الصوتية، فلنتابع ذلك. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية تسريبات المالكة الصوتية، حيث احتدم الصراع بين أمراء الحرب وزعماء الميليشيات بعد بث هذه التسريبات. أجدد الترحيب بضيوفي مجاهد الطائي وأيضا عبد الله سلمان وعلي عزيز. أستاذ مجاهد، أعود إليكم. يعني المالكي في تسريبات الصوتية قال إن إيران زودت الصدر وميليشياته بصواريخ ذكية لفك الضغط عليه من قبل القوات الأمنية في عام 2008 في أثناء ما يسمى بصولة الفرسان التي قادها المالكي ضد ميليشيا مقتدى الصدر. كيف نفهم ذلك؟ اتهام واضح وصريح من المالكي لإيران وهو صنيعة إيران، كيف يمكن فهم ذلك؟ طبعا إيران تستخدم دهاءها وأدواتها في بناء العلاقات مع جميع القوى السياسية العراقية، وخاصة منها القوى الشيعية. لديها أدوات مثل الحرس الثوري، اطلاعات الخارجية، السفارة، الرئاسة الإيرانية، لكن كل مؤسسة من هذه المؤسسات لها أدوار، لكن في مقدمتهم هو الحرس الثوري الإيراني. لكن في وقت الأزمات تتقدم الخارجية، تتقدم السفارة، اطلاعات، وهنا قوى لا تحبذ الحرس الثوري. لكن جميع هذه القوى لديها صلات مباشرة أو غير مباشرة بإيران وهذه المؤسسات. نعم. جيش المهدي في بدايته لم يكن مجرد ميليشيا، يعني ولد جيش المهدي كتيار تعبئة، هو ولد قبل ولادة التيار الصدري كتنظيم سياسي. نعم. لذلك هو ضم العديد من الميليشيات، ضم معظم الميليشيات الحالية عدا بدر،
فهو يرى أن يعني سيد الصدر لم هنا لمن عندما يريد أو يميل إلى الزعامة الشيعية، لماذا؟ نعم. لأنه يعتقد أن جميع هذه الميليشيات الموجودة الآن في الفتح والإطار التنسيقي وحتى حزب الدعوة الذي ساهم بإنشائه الصدر الأب، كل هذا الإرث يعتقد الصدر أنه تابع له، لذلك من أحقيته أن يكون مرجعا، لكن ليس دينيا إنما مرجعا سياسيا، لذلك هو يطرح نفسه. والآن الصراع صراع على الزعامة الشيعية. جيش المهدي في تلك الفترة لم يكن مجرد ميليشيا، كان يضم العصائب، كان يضم النجباء، كان يضم العديد من الميليشيات، وإيران لديها صلات بهؤلاء، وصلات هؤلاء لا أو عملهم لم يكن للصدر أو للتيار الصدري، إنما هناك العديد من الميليشيات كميليشيات صغيرة أو تكتلات صغيرة تعمل لصالحها. لذلك عندما حاربها المالكي في بداية الحرب وزج بمعظم هذه الأطراف في السجن، عندما انتهت المعركة أطلق سراحهم وتحالف معهم كما حصل مع العصائب مثلا أو النجباء. لذلك هنا يتهم إيران بمساعيها بأن تخلق من مقتدى الصدر حسن نصر الله الجديد في العراق. هو لا يريد أن يكون الصدر هو حسن نصر الله العراق، لأن كان الطموح السابق قبل اغتيال أبو مهدي المهندس كان أن يكون هو حسن نصر الله العراق، أبو مهدي المهندس. وهنا التنافس بين ثلاث شخصيات كان سابقا، بين مقتدى الصدر والحكيم وأبو مهدي المهندس، لكن الحكيم حظوظه ضعيفة. لكن الآن بعد اغتيال أبو مهدي المهندس حظوظ الصدر أصبحت كبيرة جدا. لذلك هو يرى أن مخاصمة إيران أو ميولها لطرف معين هو يعتبر يعني عمالة لإيران. أو وفق المعادلة السياسية العراقية، هناك من يعتقد أن الارتباط بالسعودية عمالة، أو مجرد زيارته عمالة، أو ارتباط بإيران عمالة، لكن الجميع متفق مثلا على أن إسرائيل أو الارتباط بها أو الحديث عنها هو عمالة. لكن الاختلافات السياسية هذه تطرح أفكار متناقضة، لأنهم تغيب عنهم رؤية رجل الدولة بأن هذه دولة ويجب أن تتعامل مع الجوار بمنطق الدولة. فهم لا يزالون بعقلية المعارضة. يعني هم أصبحوا في السلطة ولا يزالون ارتباطاتهم بالحرس الثوري والطلاعات والسفارة. في هذه النقطة أنتقل أستاذ عبد الله، يعني إحنا نتناقش في طبيعة العلاقة مع إيران الذي لفت نظري حقيقة في هذا التسريبات الصوتية، أن المالكي طلب من أنصاره ومسلحيه البقاء والعمل مع الحرس الثوري الإيراني والابتعاد عن المخابرات الإيرانية للطلاعات. هو شنو الفرق بين الحرس الثوري والاطلاعات، ولماذا يعني وجههم بهذا التوجيه أستاذ عبد الله؟ قبل الإجابة على سؤالك أخي الفاضل، أود أعقب على ما ورد في السؤال السابق عن تزويد إيران الصدر بأسلحة صواريخ ذكية أو دقيقة. هو كان الغاية الجوهرية منها أنه عدم السماح لأي تشكيل آخر عدا الميليشيات بالجيش والشرطة أن تتفوق عسكريا على الميليشيات. هذا كان الهدف الأساس، وجعل الجيش أو الشرطة هو يشعر بالذلة والمهانة أنه هو أقل قوة وكفاءة من الميليشيات. هذا كان السبب الجوهري الأساسي في تزويد الصدر الأسلحة الدقيقة لضرب الجيش والشرطة التي قادهم آنذاك المالكي ضد الصدر. هذه النقطة حبيت بس أوضحها. أما الإجابة على سؤالك الكريم، انه هم دول يعني طبيعتهم المخابرات، تشكيلة ايران الحرس الثوري الايراني هو الذي يقود الدولة. الحرس الثوري الايراني مرتبط مباشرة بالفقيه الايراني. الذي هو يهيمن اساسا على كل السلطة، الاعلام والخارجية والدفاع والجيش، كله بيد ولي الفقيه. هو وذراع القوي هو الحرس الثوري. فالحرس الثوري هو المسؤول عن عملية ما يسمى
تصدير الثورة اللي احنا نسميها هو تصدير الفوضى والاحتلالات والتطور الإيراني خارج الحدود الإيرانية. أما الاطلاعات فهو جهاز أمن رسمي تقوده الحكومة الإدارية في طهران، لأنه كل شيء تابع إلى الحرس الثوري الإيراني. فالمالكي يعرف تماماً أنه القرار الأساس هو في بيد الحرس الثوري الإيراني في إيران وليس في بيد الاطلاعات. الاطلاعات لما كان عند كان روحاني كان رئيس، كان هناك ميل إلى سياسة اطلاعات تميل إلى سياسة روحاني، ولكن الموقف الأساس هو بيد الحرس الثوري الإيراني. والمالكي عندما يدفعهم للارتباط هو لأنه هو يعرف يعني الساحة الإيرانية كيف تعمل وكيف تشتغل، ويعرف أنه القرار لو قررت مثلا الاطلاعات أن يكون المالكي خارج الساحة ممكن الحرس الثوري يرفض، وبالتأكيد النتيجة تكون لصالح الحرس الثوري. لذلك هو يعني والله أصبحت عملية أنه أنتوا روحوا اشتغلوا مع الأجنبي، صارت عملية يعني مخزية يعني في الساحة العراقية. يعني أنت مواطن عراقي، ليش تسمح لنفسك أن تشتغل عميل عند أحد؟ يعني أنت خلافك مع أي نظام لا يعني أنه أنت تبيع نفسك إلى دولة أخرى. يعني هذه جعل الخيانة يعني مشاع بين الناس، هذه تقلل من قيمة المواطن في الداخل العراقي، هذا عيب شيء معيب. أستاذ عبد الله في هذا السياق، يعني ما الذي سيجنيه العراقيون من وراء هذه التسريبات الصوتية ومسألة المساجلة والصراع بين الأحزاب الطائفية؟ ما الذي سيجنيه؟ حقيقة العراقيين لا يجنون شيء الآن من العملية السياسية، لا من التسريبات ولا من وجود هذه العملية ولا المناكفات ولا الصراع فيما بينهم، لا يجنون شيء. يجنون فقط شيء واحد، إذا ما زيحت هذه العملية السياسية تستخدم هذه التسريبات كوثيقة تدان بها هذه الأطراف إذا صار العمل قانوني وليس ثوري. يعني هذه هو الفائدة للشعب العراقي الوحيدة من هذا، هو التوثيق ضد هذه، ولا جرائمهم معروفة. وهذا التسريب جزء يسير، نذر يسير مما موجود من فضائح كبيرة داخل العملية السياسية، من سرقات واعتقال واعتداء على الأعراق. ويعني لو كتب للعراقيين أن يشاهدوا، والله لكانت يعني لا توجد في التاريخ مأساة مثل تاريخ هذه العملية السياسية، ولا توجد قوة سياسية مثل الموجودة في العراق في كل العالم مهما كانت خيانتهم ورداءتهم وسوءهم، لا يصلون إلى حد ما موجود في العملية السياسية. هذه العملية السياسية جابت العار إلى الشعب العراقي، فلذلك إزاحة هذا العار مهمة الشعب العراقي الآن. طيب أستاذ علي، هناك من يتحدث من الناشطين والمراقبين عن هذه التسريبات الصوتية ويقولون إنها جعلت زعماء الأحزاب وفرق الموت الطائفية يتهم بعضهم البعض بالعمالة والارتباط بالخارج. هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ علي؟ نعم نوعا ما أتفق مع هذا الطرح، لكن نعم. هذا الطرح كذلك موجود كان في السابق، يمكن إذا تذكر قبل أكثر من سنة أثير في موضوع الماء حول كذلك أحد قادة إحدى الميليشيات أو ما شابه ذلك من أحد المجرمين المدعو حامد الجزائري، كان وغيبوه أخفوه عن الساحة، ما نعرف وين. البعض قال قتلوه صفوه، البعض قال هرب سافر، ما نعرف وين صار هذا الرجل، قال اعتقلوه. فهم يعني من ذاك الوقت بدأت، متى ذاك الوقت؟ وقت تشرين، وقت ثورة تشرين بدأت هذه، وإحنا قلناها وتوعدنا. هذه يا أخي هذه حوبة تشرين، حوبة الشهداء، حوبة الجرحى، حوبة العوائل اللي فجعت بأولادها، حوبة التشرينيين المهجرين خارج العراق اللي عليهم أوامر إلقاء قبض نتيجة دعاوي كيدية أقامها جهاز المخابرات اللي ترأسه الكاظمي، أقامها الأمن الوطني اللي ترأسه اللعرجي. هذه الأجهزة كذلك، هذه ميليشيات، المخابرات ميليشيات، الأمن الوطني ميليشيات. يا أخي حتى الجيش الموجود الحالي، هل هذا جيش وطني يقبل
أن يقود العراق عميل صهيوني أمريكي مثل الكاظمي؟ هل هذا جيش وطني يقبل شخص رئيس مجلس الوزراء بالعراق 8 سنين مثل المالكي على هذا الكلام ما يروح يعتقله؟ كنت أتمنى هكذا تسريب من هكذا شخصية، كنت أتمنى هذا بزمن النظام السابق، بزمن النظام الوطني قبل الغزو. والله لا كان موعد مو، والله لا كان قطعه حتى نسله. طيب نور المالكي من يسرب. أستاذ مجاهد، هذه الـ يعني هناك من يقول بأنه الوضع أصبح بين الأطراف المتنازعة وسموها بحرب التسريبات. في هذا، لو توقفنا عند هذا المصطلح، هل ستشهد الأيام القادمة تسريبات من قبل حزب الدعوة أو من قبل أتباع المالكي أو من قبل آخرين ضد الصدر وأتباعه على غرار التسريبات الصوتية التي خرجت الآن؟ يعني إلى الآن ليس هناك مؤشرات على ذلك، لكن الطرف المسرب ليس طرفا معروفا إلى الآن، وإن كان يعني سربت إلى صحفي، لكن جميع المعطيات تشير إلى أن من سرب هو إما منافس للمالكي أو شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء رفضها المالكي، أو هو السيد مصطفى الكاظمي نفسه ليرفع من حظوظه واستمراره في الحكومة، خاصة وأن هناك يعني تسويات إقليمية تجري، وبالتالي هناك حاجة لبقائه في السلطة، إضافة إلى حتى إيران. يعني إيران بسياق المفاوضات والوضع الإقليمي الحالي مع المملكة العربية السعودية والعراق وسيط في ذلك، نعم، المفاوضات النووية، لا يرغبون بالدفع باتجاه التصعيد، لذلك وصول المالكي إلى السلطة سيعني هناك تصعيد، لذلك لابد من المحافظة على يعني الاستقرار النسبي وعدم تغير المعادلة بشكل كبير إلى أن نصل إلى المفاوضات النووية ونهايتها وتسويات إقليمية كما حصل مع السعودية وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وتركيا. هذه التسويات جميعها، يعني هذه العشر سنوات القادمة ستكون بعكس العشر سنوات السابقة التي تغذي الصراعات العراقية. طيب أستاذ، بقيت لدينا دقيقتان وأريد أن أشرك بها أستاذ عبد الله وأستاذ علي. أستاذ عبد الله بدقيقة لو سمحتم، إسماعيل قاآني شخصيته مو مثل شخصية قاسم سليمان، قاسم سليمان كان أقوى على الأحزاب الطائفية، لكن بدقيقة واحدة، إيران ستحل مشكلة هذا الصراع؟ قادرة على ذلك أستاذ عبد الله؟ بالتأكيد إيران هي التي تمسك بزمام الأمور وتحلها بالطريقة التي تتفق مع مصالحها، ومصالحها اليوم وجود طرف سياسي غير صدامي مع الشعب العراقي، تحاول إيجاد طرف آخر، والآن هم يرشحون شخصية أقرب إلى إيران لكنه عراقيا يقال أنه مقبول عند بعض الأطراف، ولكن هو شخصية أقرب إلى إيران، لا نريد نسميه حتى لا نسبق الأحداث، لكن إيران هي تتمكن من حل هذه المشكلة لأن لها نفوذ واسع على كل الأطراف، وصحيح لكن مكتب خامنئي هو الذي يتحرك ويوجه قائد. أستاذ علي، الفائدة اللي عادت على ثوار تشرين من هذه التسريبات، هل هناك فائدة؟ أنه توثيق الجرائم فقط، لأن هؤلاء كلهم سنقودهم إن شاء الله إلى محكمة وطنية عادلة بما فيهم المالكي والصدر والكاظمي وجميع هؤلاء الأسماء. نعم. أنا أشكر ضيوفي الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مجاهد الطائي، شكرا جزيلا لكم. وعبر سكايب من كوبنهاجن كان معنا الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله شكرا. وكان معنا من بغداد عبر سكايب أيضا مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. شكرا أستاذ علي لحضورك معنا. ومشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.